أغرب مباراة بثت على الهواء مباشرة بين المنتخب العراقي والمنتخب العراقي بعد انسحاب منتخب كوستاريكا من خوض مباراة ودية أمام العراق. قرر الجهاز الفني للمنتخب العراقي خوض مباراة بين تقسيمة المنتخب العراقي، وذلك لأهمية خوض المباراة ولكي لا تتلخبط أوراق إعداد المنتخب لكأس الخليج العربي القادم. فكرة رائعة ومجانية بحيث يتم تجربة جميع اللاعبين في نفس الوقت ورفع الرتم البدني والفني لهم للفوز خلال بطولة الخليج العربي التي ستقام قريباً.